السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ معكم أخوكم نادر الشيخ من قناة ناش تيفي. أصدقائي، بهذا الفيديو رح نتعرف على الإشعار الجديد اللي ظهر بحسابنا على جوجل أدسنس ورح نشوف تفسيره مع بعض. طبعا رح نتواصل مع دعم اليوتيوب ونشوف معنى هاي الرسالة، هل رح يتم إيقاف تحقيق الربح على القناة ككل أو رح يتم إيقاف تحقيق الربح على مستوى الفيديو فقط في حال نشرنا فيديوهات من النوعية اللي بتحكي عن الحرب في أوكرانيا أو اللي بتشجع عليها أو اللي بتتقبلها أو اللي بتستهين بها. مثل ما لكم شايفين ظهر إشعار جديد في حسابنا على جوجل أدسنس، طبعا إذا ما ظهر عندكم رح يظهر مستقبلا أو بالأيام القادمة إن كان على قنوات اليوتيوب ولا إن كان على المدونات. حتى حسابي جوجل أدسنس هذا اللي هلأ رح نشوف من خلاله الإشعار هو حساب خاص بمدونة فقط، يعني هذا الحكي ما بيقتصر على قنوات اليوتيوب وحسب، كمان على المدونات، على المواقع الإلكترونية اللي بتحكي عن الحرب في أوكرانيا أو اللي بتشجع عليها أو اللي بتتقبلها أو بتستهين فيها. رح نشوف أصدقائي، مثل ما كن شايفين بسبب الحرب في أوكرانيا ستتوقف مؤقتا ميزة تحقيق الربح من المحتوى الذي يستغل الحرب أو يستهين بها أو يقبلها. يعني إذا أنت بتستغل الحرب وبتحكي مثلا ردود أفعال، بتحكي عن الحرب، بتحكي أي شيء مالك فيه، يعني لأنه هذا الشيء خاص بالقنوات الإخبارية مو خاص فينا نحن، يعني إذا كانت قناتك طبخ ولا إن كانت قناتك تعليمية ولا أي نوع من أنواع المحتوى اللي أنت بتشتغل عليه، إذا أنت حكيت عن الحرب في أوكرانيا أو استهنت فيها أو تقبلتها، يعني أنت شجعت عليها أو أنك يعني مبسوط بهذا الشيء، فرح يتم إيقاف الربح على فيديوهاتك أو على قناتك. ما رح نحكي هلأ لحتى نشوف المحادثة اللي جرت بيني وبين أحد أعضاء فريق الدعم في يوتيوب عبر الدردشة المباشرة. طبعا الناس أو بعض الناس أو بعض اليوتيوبرز عم يحكوا أنه رح يتم إيقاف الربح على الفيديوهات وحسب، يعني أنت إذا نشرت فيديو رح يطلع لك علامة الدولار حمراء ورح يتم إيقاف الربح على هذا الفيديو، وبعض القنوات عم تقول رح يتم إيقاف الربح على القناة ككل. فنحن بدنا نتأكد ونشوف من خلال محادثتي مع الدعم، دعم اليوتيوب عبر الدردشة المباشرة. خلونا نشوف المحادثة مع بعض. المحادثة اللي جرت بيني وبين دعم اليوتيوب هي من جهاز الموبايل وأنا سجلتها، رح نستعرض المحادثة مع بعض. مثل ما لنا شايفين ببداية الكلام، يعني مرحبا، اسمي وسيم، كيف حالك اليوم؟ مرحبا، كيف حالك؟ أنا بخير شكرا، الحمد لله، شكرا، الحمد لله، أتشرف بحضرتك، كذا كذا، اسمي نادر، أتشرف بك أخي، معك وسيم، كيف أستطيع مساعدتك اليوم؟ أو هيك شيء. تشرفت فيك أخي وسيم، عندي سؤال بخصوص إيقاف تحقيقي كاتبة بالغلط تحقيق الربح. ظهرت العبارة مؤخرا في حسابات جوجل أدسنس، أريد الاستفسار عنها، وهي على الشكل التالي: بسبب الحرب في أوكرانيا ستتوقف مؤقتا ميزة تحقيق الربح من المحتوى الذي يستغل الحرب أو يستهين بها أو يقبلها. عم يقول لي هل يمكنك إرسال لقطة شاشة توضح هذه الرسالة من فضلك؟ هل لو أن منشئ المحتوى قد نشر فيديوهات من هذا النوع سيتم إيقاف الربح على قناته ككل أم فقط على الفيديوهات التي تكون من هذه النوعية وحسب؟ فأرسلت له لقطة الشاشة. شكرا أخي. أنت تريد الاستفسار، هيك عم يقول لي هو، أنت تريد الاستفسار حول ما إذا كان توقيف ميزة تحقيق الربح يكون على مستوى الفيديو أو على مستوى القناة، صحيح؟ قلت له صحيح تماما، وسوف أتحقق من ذلك أخي نادر، أرجو أن يسمح وقتك بالانتظار بضع دقائق. يعني شوفوا، خلاني انتظر لحتى هو يتحقق من المعلومات الصحيحة، يعني ما جاوبني فورا لحتى ما يكون في شكوك بالإجابة تبعه. بعدين رجع لي أصدقائي وقال لي شكرا على الانتظار أخي، لقد قمت بالتحقق من الأمر أخي، وتبين لي أن الفيديوهات التي يتم نشرها بخصوص موضوع الحرب يجب أن لا تكون من أجل تشجيع الحرب أو تقبلها، وبالتالي تلك الفيديوهات لن تحقق الربح، وهذا الأمر يؤثر على القناة إذا كان نوع المحتوى الذي يتم نشره يخالف سياسة تحقيق الربح. يعني إذا أنت عرضت مقاطع فيها عنف أو فيها ضرب صواريخ كذا، فرح يتم إيقاف الربح على قناتك ككل، وإذا أنت بتشجع على هذا المحتوى فهذا الشيء ما رح يقتصر
على الفيديو وحسب، يعني ما راح يتم إيقاف الربح على الفيديو وحسب، وإنما راح يتم إيقاف تحقيق الربح على القناة ككل. فهون أنا رجعت أكدت عليه، قلت له يعني لو أن شخص ينشر محتوى طبخ مثلا وقد نشر بعد ذلك فيديو عن تلك النوعية، فهل سيتم إيقاف الربح على قناته ككل أم فقط على هذا الفيديو؟ شايفين أصدقائي أكدت عليه أنا، قال لي القناة ككل أخي. تمام، ما هو التأثير صديقي؟ هذا الشيء اللي قلت له يعني. هل يمكن أن يقتصر ذلك على إيقاف الربح أم يمكن أن يتلقى منشئ المحتوى مخالفة؟ فهون جاوبني أصدقائي، قال لي ذلك على حسب الفيديو أخي نادر، حيث أنه إذا كان الفيديو يقبل الحرب هنا سوف يتم إيقاف الربح على القناة، لكن في حال تم نشر فيديو فيه مخالفة لإرشادات اليوتيوب مع التكلم في وضع الحرب، هذا الأمر قد يؤدي إلى الحصول على مخالفة. يعني هذا الشيء رح يتم أو رح يتسبب بالحصول على مخالفة لمنشأ المحتوى، وهي مخالفة إرشادات المنتدى. وبتعرفوا أنتم مخالفة إرشادات المنتدى هي شغلة بتخوف، يعني ممكن بمخالفة واحدة يتم إغلاق القناة. يعني ما شرط أنه يجيك ثلاث مخالفات، ممكن هاي المخالفة تكون قوية تتسبب بإغلاق قناتك فورا. لأنه شهدنا خلال عام 2021 إغلاق قنوات بسبب مخالفة واحدة هي إرشادات منتدى. فأصدقائي بنصحكم أنه ما تحكوا أبدا عن الحرب في أوكرانيا أو تستغلوا هذا الترند وتحكوا عنه، لأنه هذا الشيء رح يكون خطر على قنواتكم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم نادر الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.